تمكنت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية خميس مشيط من إتلاف 150 كيلو من مادة التبغ الشمة بعد مداهمتها لموقع سكني تم تحويله إلى مصنع مخالف للتبغ، كما أتلفت 200 علبة سجائر في موقع آخر تم تصنيعها بطريقة غير نظامية. وشدد أمين المنطقة على عدم التهاون مع مثل هذه التجاوزات، ومشيرا إلى استمرار الأمانة في ضبط أي مخالفة للأنظمة والتعليمات المنصوص عليها من الجهات المختصة. وللحديث أكثر يلتحق بنا هاتفيا رئيس الرقابة المسائية ببلدية خميس مشيط سعيد القرعاوي. أستاذ سعيد، هلا وسهلا فيك. يعني بداية، كيف توصلتم للموقع؟ ما هي كذلك طبيعة المخالفة المرصودة فيه؟ اهلا وسهلا وحياكم الله جميعا. الحقيقة بعد فضل الله عز وجل ثم تكثيف الجولات الرقابية من قبل مراقبي البلدية بلدية خميس مشيط ساعد ذلك في الكشف على الموقع، حيث لوحظ يعني تعاقب بعض الأشخاص على هذا المسكن. قمنا بالرصد والمتابعة والتحري من قبل الرقابة المسائية، كذلك مشاركة اللجنة الخماسية على هذا السكن. اتضح بالفعل أن هناك عمالة تقوم ببيع مادة التبغ اللي هي الشمة أكرمكم الله. تم مداهمة هذا السكن وضبط تلك العمالة. اتضح أنهم يبيعون هذه المادة في ظروف أو في أجواء يعني كما تشاهدون يعني تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، وكذلك يعني في سكن مخالف للعمل هذا. طبعا تم تسليم العمالة إلى الجهات المختصة لأخذ الإجراءات النظامية في حقهم. تم مصادرة هذه الكميات. ما هو حجم هذه الكميات المضبوطة؟ طبعا قرابة 150 كيلو من مادة التبغ للشمة كرمكم الله، كذلك 200 علبة دخان ضبطها بمحضر وتم إتلافها. نعم. هل يمارسون يعني هذه المهنة الغير صحيحة وغير كذلك قابلة للاشتراطات الصحية منذ زمن؟ يعني هل يعني يتم توزيعها كذلك على نقاط بيع، أم يبيعونها هم يعني؟ في الحقيقة المسكن كامل يعني مخالف أصلا للبيع، وهذا يعني بحد ذاته يعني مخالفة صريحة. نقاط بيع، ليس هناك نقاط بيع إلا في نفس المسكن نفسه على بوابة، كما ذكرت لك أن على البوابة يأتي أشخاص يطرقون الباب، يطلع عليهم أحد العمال يتأكد من خلو الموقع والشارع من يعني المتابعة والمراقبة. طيب. ثم يعود بالطلبية أو الطلب للزبون. طيب ماذا عن طبيعة الموقع الذي تم ضبطه؟ هل يعني هو موجود في أماكن لتواجد العمالة الوافدة السائبة؟ نعم. المخالفة؟ نعم. نعم نعم، كما تلاحظ في الصور الآن المسكن متسخ ويفتقر إلى النظافة وإلى أمور كثيرة. الموقع في وسط مدينة خميس مشيط. هل هو في المنطقة المركزية؟ صحيح صحيح. بالفعل هو في المنطقة المركزية في منطقة الحميلة. طيب هل تقومون بجولات دورية في المنطقة المركزية؟ صحيح صحيح. طبعا هناك يعني من بداية الجائحة من فضل الله يعني بلغت الجولات الرقابية على المنطقة المركزية قرابة 4500 جولة فقط على المنطقة المركزية بسبب كثافة المحلات في هذه المنطقة، كذلك كثافة العمالة المتواجدين في هذا المكان. الحقيقة كذلك اللجنة الخماسية كان لهم دور كبير وفعال بعد ما شكلهم سمو سيدي الأمير تركي بن طلال حفظه الله ورعاه. كانت اللجنة هذه لها دور كبير وفعال. أشكرك وإياك الله يحفظك. شكرا جزيلا لك. كنت معنا رئيس الرقابة المسائية ببلدية خميس مشيط سعيد القرعاوي.